بسم الله الرحمن الرحيم، هنوضح مع بعض يا شباب أهم الأسئلة الموجودة عندي في الفورنسيك زي ما الناس الوضع، وبعد كده هنحاول نشرح كل حاجة قبل الامتحان إن شاء الله، تنزل لكم المراجعة كاملة بحيث الناس اللي ما ذاكرتش تلحق تلم إن شاء الله. دي كل المواضيع اللي بنتكلم عنها تقريبا، مفيش موضوع في أي كتاب مش موجود حطيناه معانا في الملزمة. إن شاء الله هتتبع السنة الجاية ككتاب علشان النظام الجديد هينزل لهم الفرنسي في السنة الثالثة، وهيكون الكتاب جديد وملزم معاكم من أول السنة. أول حاجة الأيدنتيفيكيشن أوف ليفينج، ده بينزل إم سي كيو علشان الحاجات اللي إيه هي الكونديشن اللي بضطر أعمل فيها أيدنتيفيكيشن لأشخاص ليفينج. تمام، المين بوينت اوف ايدنتيفيكيشن بتتم اورال، انما غالبا ما بتنزلش ريتن. الايدنتيفيكيشن هو برضه ام سي كيو سواء موتيليتد او ان موتيليتد. اول حاجه بقى ومهمه عندي في الدرس، ازاي هتعرف على شخص عندي من البونز؟ مش مهم ريتن، مهم علشان الشفوي ومهم عشان العملي، لان ده تقريبا يعني عليه جزء كبير من العمل بتاع الفورنسي. تمام، جمعناهم احنا عندنا في نيمونكس علشان نسهل ايه هي العناصر اللي انا عاوز اعرفها من خلال البيرد، سواء بقى هتعرف عن الايج. اول حاجة احنا بقى قلنا نجرويد اور نوت او نمبر، بس انا مشيت بنفس ترتيب الكتاب علشان العناصر ما نتلخبطش. تمام، انما كل العناصر اتكلمنا عنهم والحاجات الكتاب اتكلم عن الايج بس، انما انا زودت الحاجات كلها سواء من المحاضرات أو من الدروس علشان أو من الامتحانات اللي بتنزل في الامتحان. Identification of Age of Bone، الحاجات دي كلها بتيجي إم سي كيو. الشابتر ده موجود فيه أرقام كتير كلها بتنزل إم سي كيو. الشابتر ده مش هينفعك السنة دي بس، الشابتر ده هينفعك في البيدياتريكس في الأطفال السنة الجاية، كل الأرقام اللي فيها دي هتحتاجها السنة الجاية في الأطفال، فهتكون مذاكرة واحدة من دلوقتي. غالبا بتنزل إم سي كيو كتير كل الأرقام دي. التيس مش مهم ان انت تركز على الارقام، بس انا كاتبالك بصوره سهله علشان هتبدا بالمولرز. اول مولرز عندي سنه، عندي سنتين، وانا بشرح اعلمك طريقه تحفظهم بسهوله ازاي. اهم حاجه عندي في التيس ايج استيميشن، ده بينزل في الامتحان، بس اهم حاجه عندي في اول سؤال مهم عندي هي الميديكال ليجال امبورتنس اوف تيس الابيرنس اوف ستاتيك سنتر، بينزل الأرقام كلها بتنزل يوم ستة يا شباب، الأرقام كلها بتنزل يوم ستة. واخد بالي إن الفيميل بتسبق الميل بسنتين، بتسبق الميل بسنتين. في أنا وأنا كنت بشرح للناس كنت بقول أعمل دايرة كبيرة ودايرة صغيرة وخط طول وخط عرض، الإبيفيزز والمدلر لاين الخطين الفيميل بتسبق الميل، إنما السكال والسيرفيك سنتر الميل زي الفيميل فيها. ناخد بالنا من النقطة دي تمام علشان الـ MCQ. الجداول مهمة كلها وهنشرحها إن شاء الله علشان الـ MCQ. ممكن ينزل لي يقول لك إيه هي، قول لي اليون أوف إبيفيز اللي بيحصل عندي مثلا 21 سنة، ده سن مهم، اللي بيحصل عندي 18، اللي بيحصل عندي 17، وعلشان العمل تمام هنشرح الحاجات ديت وهنتعلم نحفظها بسهولة. أهم عمرين عندي في الـ Age of Medical Legal Importance 14 سنة علشان كان ميت جرام اوف ريت ده الام سي كيو، و18 سنه تنزل ريتن هتقول لي الخمس حاجات ايه اللي هو الشخص يكون متاح ليه يعمله بعد 18 سنه. بعد كده اعرف ان البون ده بتاع انيمال ولا هيومن من خلال تيست النمبر اوف بيرسون، كام واحد من خلال العظم، الحاجات دي كلها اورال ام سي كيو. المجرد اوف ده تنزل ريتن مش موجوده في الكتاب، انا جمعتها لك في المونيكس. تمام، الديفورميتي الكارل بيرسون فورمولا العلم الفرنساوي دي مهمة، سيف في شهر تنزل ام سي كيو. ايدنتيفيكيشن اوف سيكس من خلال البون مش موجود عندك في الكتاب ومهمة، مهمة علشان العملي. تمام، مهمة علشان العملي، سواء بقى اعرف ايه الحاجات الموجودة في السكال او اعرف حاجة موجودة في البيزنس، فالشابتر ده كله ممكن يكون نصيبه من الريتم مش كتير، بس نصيبه في الام سي كيو ونصيبه في العملي كبير. تمام، الام سي كيو نخلي بالنا من بارز بودي جافيتسون الاسم الجديد اللي عندك. الفينجر برينتس
ميديكال ليجل امبورتنس المهمة بتاعتها ممكن تنزل ريتم ممكن لا. انا قلت لك الشابتر ده نصيبه في الريتم مش كتير، بس ام سي كيو والعملي نصيبه كبير فيها علشان الارقام بتاعته. ميديكال ليجل امبورتنس وفي هنا ايدنتيفيكيشن، يعني في بعض الكتب داخله في تفاصيل كتير فهي مش علينا، لان انا زودت كتير عن الكتاب اللي احنا ملتزمين بيه. انما الناس التانية احنا هنبقى نشرح لهم الكتاب بتاعهم ان شاء الله. الفورنس جينيتكس ده مهم جدا، يعني مهم انك عشان تعرف انت كده كده خط الاستراكشر والحاجات اللي تعريف الجين والنوكلس والاليل. الحاجات دي مش مهمة دلوقتي، الحاجات دي مهمة عشان بعد كده. انت ممكن تسمع عن السوبر فيميل، السوبر فيميل السوبر ميل اللي هو اكس واي واي. السوبر ميل ده بيكون عنده اجريسيف. كان في قضية مشهورة خالص في أمريكا، كان في محامي يطلع واحد من جريمة قتل إن هو عمل له كاريو تايبنج ولقى عنده إكس واي واي، وبقى يتعمل كل محامي. شفت الناس اللي مذاكرة والناس اللي دارسة إزاي يلعب بالثغرات بتاعة القانون، إن الناس اللي هو السوبر مين أو السوبر فيمين ده بيكون عنده أجريسيف، في أجريسيف عنده المشاعر أصلا متضاربة، المنتاليتي أفكتيف بتاعته اجريسيف بيهيفير، عنده اجريسيف بيهيفير. تمام، الاجريسيف بيهيفير بتاعته ان هو ادى القتل، فبالتالي خد براءه لان هو الشخص ده مريض فعمل معامله خاصه. فالحاجات دي مهمه علشان هتنفعك بعد كده لو حبيت تكمل في الطب الشرعي ان شاء الله. الحاجات المهمه الشابتر ده كله بتاع الفورنسيك كله بينزل ام سي كيو. نركز على التندم ريبيتس عشان مش موجوده عندي شفت التندم ريبيتس اللي انا اللي هو كل مجال المجال بتاع الفورنسيك جينيتكس شغال على شفرة تندم ريبيتس اللي هي الخريطة الوراثية، والأمنودينين لوكس. الحاجات دي أنا سهلتها يعني بطريقة سهلة علشان في كلام كتير أنا خدت الحاجات اللي هما بيبتدوا في الامتحان. أهم حاجة فيه بيجي الميديكال امبورتانس، وهي سهلة مش محتاجة حاجة، أنت ممكن تعرفها لوحدك. مهمة جدا الميديكال امبورتانس، تنزل في امتحان كتير. كده هو الشابتر الحمد لله انتهى. ندخل بقى في الشباتر المهمة. الدس أول شابتر مهم عندي في الريتن، أو أهم حاجة في الميديكال ليجال امبورتانس. تمام، بتنزل في الامتحان كتير. تمام، ودي الميديكال ليجال امبورتانس ده أنا كطالب طب بدرس الحاجة دي ليه عندي، فلازم أي حاجة ميديكال ليجال امبورتانس في الفورنسيك، أي حاجة أنتي دور في التوكسيكولوجي ما اقولكش، يعني لو مش عارف الحاجات دي كلها ما تدخلش الامتحان. تمام، لان انت الحاجات دي عليها حوالي 70% من الامتحان. تمام، فانت لو ما عرفتش ان انت كده من كل حاجه انت استفدت كده، ما الاهميه الطبيه الشرعيه. انا كطالب طب مش هشتغل في مصلحه الطب الشرعي، بدرس الفيزيك، فالحاجات دي هتعرفك هنشرحها بعد كده ان شاء الله في المراجعه. الكوز والنيد والنمر والديس بينزل يمسك كيو بتصير في الاورال، كل الفرق بينهم. الفيزيز والريس بتنزل في الامتحان، سواء السوماتيك ديس. اهم حاجه فيه الدايجنوزيس اوف سوماتيك ديس. تمام، انا يهمني لو طلعت بالشابتر ده او من الفرنس كله على بعضه ازاي بتشخص حاله وفاه اللي هو السوماتيك ديس، يبقى انت كده استفدت حاجه، لانك بعد كده في الاستقبال هتشخص كل الشخص ده ميت، وممكن يكون من سالزبورج بالميشن ستيت مثلا ما يكونش ميت فتدفن شخص حي، تخيل الذنب اللي انت عملته. تمام، فأهم حاجة هتطلع بقى من الفورنسيك ازاي تشخص حالة وفاة، ودي مش صعبة يعني، بس عشان وفي دكاترة بتقع فيها، واكتب على النت هتلاقي حالات كتير. المولوكولار أو السيلولار ديس أهم حاجة فيها عندي الميديكال ليجال امبورتنس بتاعته عشان الأورجن ترانسبلانتيشن، وهتعرف التعريفات اللي فيه علشان بتنزل ام سي كيو. تمام، أو بتتسأل. البرين ديس أهم حاجة فيها عندي ازاي أشخص إن الشخص ده خلاص توفى، وازاي افرق بين السوماتيك ديس والسسبندد انيميشن ستيت اللي انا لازم اعمل اكسكلود للحاجات ديت ان هو مش بينجز. احنا في الشرح هنوضح الحاجات دي كلها ان شاء الله. اهم حاجه بقى عندي التستس اوف برين ستيم ديس في البرين ديس. اهم حاجه في البرين ديس ايه هي؟ الاختبارات بتاعتي اهم واحد فيهم الابنيه تيست، للاسف مش بتكون متاح في كل الاماكن، بس السبع اختبارات هتحفظهم عندك الصور هتوضح. البرزيستنت فيجيتيف ستيت مهمة جدا بتنزل في الامتحان، بينزل عندي ازاي الدايجنوزيس او الكوزيس او المانجمنت. تمام،
السبب ناتشورال لسه مش مهم، جاست انيوميريت. لو جالك الكوزز بتاعتها بتكون جاست انيوميريت. تقريبا هتكتب كل السيستم اللي موجوده في الجسم عندي، سي في اس ان اس جي اي تي نيوروجينيتال كل حاجه، وتكتب الامراض اللي خدتها في الميثولوجي. فجاست انيوميريت ما نزلش من زمان، تقريبا من 2010. البوست مورتم تشينجز كلها مهمه وكلها بتنزل في الامتحانات، تمام. وفي حاجات مش موجوده عندك في الكتاب زي اي ساينز سكين تشينجز، انا ضفتها عندك بس مفيد بترتيب الكتاب. والحاجات اللي بفوت انا بحطها في اخر الشابتر، تمام. والاي تشينجز على الرغم انها مش موجوده في الكتاب بس نزلت في الامتحان وبتنزل عمل كتير، وانا حطيت الصور بتاعت العمل برضه علشان توضح لنا الدنيا. البوست مورتم كولينج بينزل في الامتحان، بينزل عندي في الامتحان الفاكتورز، تمام. الفاكتورز افكتنج الريت اوف كولينج، تمام، او الميديكال امبورتنس. واحنا قلنا اي حاجه ميديكال امبورتنس من غير ما انا اقول هي مهمه، حتى يثبت العكس، مفيش عكس، هي مهمه. هايبوستيزيس، الهايبوستيزيس هتعرف الاسماء التانية على فكره، زي ما انا قلت بوست مورتم كولينج اللي هي الالوبور مورتس، تمام. الاسم التاني بتاعها هيتعرف عشان الام سي كيو. الهايبوستيزيس او اللايبور مورتس هيتعرف عشان الام سي كيو. كلها انا كاتبها بطريقه سهله علشان تسهل معاك المذاكره والحفظ. الحاجات اللي معلم عليها اكيد مهمه، الملاحظات اللي كلها في الجداول قلت اهم حاجه فيها الميكروبيال امبورتنس بتاعتها. الرايجور مورتنس في نفس الأهمية بتاعتهم، أهم حاجة في برضه الميديكوليجال امبورتنس بتاعته. الفاكتورز بتنزل في الامتحان برضه. الديفرنشال دايجنيزيس بتاعه أهم حاجة فيه بقى، الكادافيريك سبازم بتنزل في الامتحان كتير كتير، تمام. الكادافيريك سبازم أهم كولد ستيفنس أو الهيت ستيفنس ده ام سي كيو، إنما الكادافيريك سبازم ده بينزل سؤال اسمي، بينزل فيه الميديكوليجال امبورتنس أو بتنزل لك في العمل الصورة وتقول لي ده إيه، تمام. قارنت مقارنة ممكن تيجي، بس احنا قارنا بينهم علشان نجمع لك الفيزيس اوف ماسل ستيل. ممكن تنزل المقارنة بين البرايمري فاسيلتي والسكندري فاسيلتي، بس غالبا للأسف بتكون فيهم بتكون أسئلة ام سي كيو. البوست مورتم ديكومبوزيشن البيوتريفاكشن، البيوتريفاكشن مهم في الميديكال امبورتنس بتاعته، بينزل فيها أسئلة كتير. بينزل فيها قبل كده برضه، قال لك البيتريفاكشن مور رابد في سواء الحاله اللي هي في الاير، ولا الحاله اللي هي بيرد، ولا الحاله اللي هي الدراونينج، تمام. وموجوده عندك، تمام، من ضمن العوامل، تمام. فبينزل فيهم سكو كتير، والملاحظات هركز عليها موجوده عندك. ده نزل السنه اللي فاتت في الام سي كيو، تمام، والناس كتير غلطت فيه، تمام. وانا عامل لك النسبه، الشخص اللي بيتعفن اكتر في الهوا ضعف الوقت بياخده في الميه، 8 اضعاف الوقت بياخده لو مدفون تحت التراب. الاديب سير مهم جدا، نزل بينزل الصور دي في العملي، انا بضيف صور العمل عشان تسهل لك الدنيا وانت بتذاكر برضه تاخد بالك. الموميفيكيشن مش في نفس اهميه التنين، بس اهم واحد فيهم البيتريفاكشن ميديكوليجال والفاكتورز. اللي بعد كل ام سي كيو الماسيريشن مهم، بتنزل في الامتحان، بينزل في الامتحان او الام سي كيو عشان اسيكت كوتريسيس، وبينزل عشان يجيلي كتير من الامبورتانس بتاعته. الاي تشينجز نزلت ريتن ونزلت عملي، جاب لك التشنيع ساين، تمام، وقال لك ده ايه، جاب لك ديت وقال لي قول لي ايه هي الاي تشينجز اللي بتحصل في البوست مورتم تشينجز، وكل واحده بالوقت بتاعها، تمام. فبينزل في العملي. سكيم تشينجز مش مهمه، استيميشن اوف تايم دي مش مهم، انما الميثود هي المهمه، تمام. فالميديكوليجال امبورتنس برضه في حالات جريمه وحالات مدنيه، فمش مهمه جدا بنفس اهميه الميثود، ازاي اعمل استيميشن، تمام. والحاجات المهمه زي ما قلنا في التوكسو انا اعملها لك نمونكس مرتبه بطريقه كويسه بحيث تساعد الحفظ عليها. الوندوز مهم ريتن ومهم في العملي، تمام. على النقيض من التوكسيكولوجي معظمه ريتم والعمل فيه بسيط، الفورنسيك معظمه عملي والنظر بتاعه بسيط، فبالتالي هتحس ان هو سهل شويه لان الحاجات كلها بتشوفها بعينك، فالموضوع بيكون سهل شويه مستساغ عن التوكسيكولوجي، تمام.
اهم حاجه الكلاسيفيكيشن اوف وندز ديت مهمه، سواء الليجال او الميديكوليجال، الاثنين بيتسالوا كتير في الاورال وبيتسالوا كتير في الريتن. وبينزل ام سي كيو، نزل ام سي كيو قال لك قبل 21 يوم ولا بعد 21 يوم، بس اللي موجوده في الكتاب واللي موجوده عندنا في الكتب 20 يوم، بس ساعات بتنزل 21 يوم في الامتحانات. الابريجن مهم، ونزل اللي عندكم السؤال بيقول لي ايه هي التايتلز اوف ابريجن، تمام، بس اهم حاجه فيها الميديكال ليجال امبورتنس بتاعتها، تمام، وانا مجمع القراءه حلوه برضه. الكونتوجن بينزل الفاكتورز، تمام، بينزل فاكتور وبينزل ميديكال ليجال امبورتنس، بينزل فيها ام سي كيو كتير، بيقول لي وممكن ينزل لك سؤال واحد بس من الميديكال ليجال يقول لك ايجينج اوف بروسيس ازاي تحددها برضه، تمام، والاكسبشن، فالشابتر ده مهم جدا. الانتي مورتم والبوست مورتم مهمين، الجداول اللي موجودة في الشرع كلها مهمة وبتنزل في الامتحانات. كمان مرة، جداول الملاحظات، جداول المقارنة في الشرع كلها مهمة وبتنزل في الامتحانات، وراجع سنة الامتحانات اللي قبل كده. القات وولدز الكاركترز بتاعته بتنزل في الامتحان، بس معظمه عملي عن ان هو ينزل نظري على النقيض من اللي فات، الادريجن الكاركترز اوف كات وولد مهم علشان هينزل في مقارنه معايا بعد كده. الايج اوف كات وولد مش موجود عندك في الكتاب، انا زودته علشان نزل في الامتحان قبل كده، خد بالك. الكونتوز وولد او اللاسيريتد وولد مهم علشان هيدخل معايا في التشخيص، قصدي علشان الكاركترز بتاعته، ماشي، الكاركترز والمقارنه اللي هتدخل معايا مع الكات وولد. الستيب وند بينزل فيه الدينجر بتاعته، او الكاركترز بتاعته مش بنفس اهميه الاثنين اللي فات، بس هي الكومبليكيشن بتاعته، تمام. الستيب وند بينزل له ليه هو مور سيريس، او الكومبليكيشن بتاعت الستيب وند. السبيشال تايب اوف وند سواء بقى البانشنج او الكيكنج او الديفنس وند، عامل فيهم الحاجات دي هتمسك سكيل. الديفنس وند دي مهم، مهم جدا، بينزل عندي في الام سي كيو. البايت ماركس مهمة، الميديكال ليجال امبورتنس اوف بايت مارك دي مهمة جدا، بتنزل عندي في الريتن. فابريكيتد وند مهم، بينزل الكاركترز بتاعهم، تمام، الكاركترز اوف فابريكيتد وند. الجدول ده انت هتعرفه بس لان بينزل فيه ام سي كيو، بس الام سي كيو بتاعه مش كتير يعني، بس انت هتعرفه علشان هيفهمك الفرق بين حالات الانتحار وحالات ارتكاب الجريمة أو الحوادث، تمام، أو جريمة بفعل فاعل، هتعرف وهيفهمك الدنيا. ممكن الكومبليكيشن المفروض مش كلها مهمة، بس أنت هتعرف الإيرلي كومبليكيشن والليت كومبليكيشن، ساعات بتنزل إني ويت وبتصير في الأورا. الشوك بتنزل في الامتحان، بتنزل في الامتحان بقى النيوروجينيك شوك، اللي هي الكلينيكال ريكشر بتاعت السمباثيك او الكلينيكال ريكشر بتاعت البارا سمباثيك، وهتفرق بين الاثنين. الهيموريج، الهيموريج ما بينزلش في الامتحان، بينزل في الامتحان ام سي كيو، ما بينزلش قبل كده ريتم الهيموريج، تمام. الهيستامينيك شوك برضه ام سي كيو، واخد بالنا الانوريزم مهم وبينزل ريتم، تمام. اهم واحد فيهم الاير امبوليزم بينزل، انما السيروم امبوليزم كده كده هو اشهر واحد فيهم، انما اللي بينزل في الامتحان عندي بينزل الاير امبوليزم، فنخلي بالنا منه نركز، انما اشهر حاجه بتحصل اللي هي السيروم امبوليزم، انما الاير امبوليزم ده المهم فنركز عليه. خاتم امبوليزم مش مهم، بينزل ام سي كيو. الدي اي سي مهمه جدا، يعني غير الام سي كيو بتنزل في ريتنج كتير، وحاله مهمه جدا بيسالوا فيها. السيستمز مهم، الـ ARDS الـ Other Respiratory Distress Syndrome دي مهمة جدا عندي، وأنا جمعتها لك منك عشان تحفظ الـ causes اللي موجودة. أهم ما فيها الـ causes بتاعتها، الـ GIT ulcer بتنزل بتنزل الـ MCQ، بتنزل الـ MCQ علشان المقارنة بين الـ Stress أو الـ Burn ulcer أو الأسماء الموجودة فيها، يقول لك ده بتاخد كام يوم مثلا، ده بيحصل فيها complication كذا، كده رينال والسوبر رينال مش انجل اوف سبيشال اورجانز. اهم حاجه فيها الجدول ده، الديفرنس بين السوسايدال اند الهوموسايدال ستاب وورد في النيك او الكاتس رود، الكاتس رود
تمام. آسف، الكات سلوت مش نستخدم اللي هو الكات سلوت اللي هو سبتايب الكات، تمام. الكات سلوت مهم جدا ده عندي خالص في النك انجريز، تمام. الكوزس بتاعته والكومبليكيشن مهمة، تمام. الانجل اوف شيست بقى ده بينزل ام سي كيو كتير. بالنسبة للهارت هيقول لك الستابوند في الاتري اخطر من الفنتريكل، ولا الفنتريكل اخطر؟ ستابوند في الليفت اخطر ولا في الرايت اخطر؟ وعلى النقيض ناس هتقول لك لا، الليفت اخطر. الستابوند في الرايت اخطر من الليفت، الستابوند في الاتري اخطر من الفنتريكل، وبينزل فيها ترو فولس ام سي كيو علشان عندي السيكلس بيعمل لي كومبريشن. وبعد كده في الشرح ان شاء الله هنقول بعد شويه الابدومينال، اهم عندي الابدومينال انجريز. المهم عندي الجدول ده تروماتيك الباثولوجيكال رابتشر بينزل ديفرنشال ديالوجيز، هتعرف الجدول والرابط شر اسبلين، تمام. بينزل ماسك سكريتال انجريز سبيشال انجريز ده ضفناه علشان موجوده في بعض الكتب، مش مهم عندي. الهيد انجليش اكتر مهم. عايز اقول لك يا شباب ان الشرع المعظم اللي فيه مهم، معظم الشرايط مهمه جدا فيه، لانك انت كده كده بتشوفها قدامك كتير، وهتكتب تقرير، هتكتب شهاده وفاه بعد كده، فالحاجات دي هتنفعك مستقبلا، والحاجات دي مهمه كليك غير الامتحان يعني، فالحاجات دي لازم تذاكرها كويس. الهيد انجري شابتر كله مهم، تمام. شابتر كبير بس شابتر مهم لانه بينزل فيه اسئله كتير. اهم ما فيه السيكوال اوف هيد انجريز اللي نزل في الامتحان، اللي كان بيذاكر من عين شمس بس هو اللي حله، لانه كان موجود فيه من 9 ل 10 عناصر، وكل اللي كاتب فيه ما كانتش كاتبه فيه حاجه تانية، تمام. هو الكتاب اللي اسمه تاول عندنا، وهو الكتاب اللي مطالبين بيه واللي يصحح بيه الامتحان، تمام. ولا رئيس القسم اعتمد الهيد انجريز، تمام. قلنا الحاجات اللي في الاول دي هتتقري، الاماكن والحاجات دي معروفه. التايبز اوف انجريز اللي بتحصل دي ممكن ينزل لي سؤال، ايه هي التايبز اوف سكالب انجريز؟ انا هقول له بس جاست انيميشن، تمام. عندي جدول انا مجمع فيه بقى الجروزز، تمام، لاهميتها، تمام. كل واحده بيحصل ازاي فالاهميه بتاعتها احنا جمعناها. بعد كده الكونتوزد اللاسريتد ووند برضه مهم، تمام. مهمة ليه بقى؟ علشان الديفرنشيت بتوين، لانها عند الكونتوز بيحصل لي سيموليت مع الكات وند، فبعمل ديفرنشيت بتوينهم ازاي، فانت هتعرف الحاجات دي علشان عامل الصور عندك هتوضح، تمام. والسب تايبز موجوده. بينزل سؤال مهم جدا برضو الكومبليكيشن، الكومبليكيشن دي مهمه جدا، تمام. بتنزل ريتم الكومبليكيشن بتاعه السكالب انجريز، بتنزل ريتم تمام. الديفرنشال دايجنوزز ده ام سي كيو، الديفرنشال دايجنوزز بينزل ام سي كيو. سكال فراكشر كلها مهمه، بتنزل ريتن. اهم ما فيها عندي الفاكتورز دي نزلت ريتن قبل كده يعني، بس مش بنفس اهميه البيس فراكشر مثلا، او الكاركتر بتاعت او التايبز بتاعت الفيشر فراكشر، او اعالجه ازاي، او الهيلينج بتاع الديبريست فراكشر، تمام. فالفراكشر كلها مهمه، الكاركترز بتاع الفراكشر مهم، الانواع بتاعته مهمه، واحنا ضايفين الصور سواء بقى كانت اكس راي او سي تي على طول الشابتر علشان توضح لنا الشرح، تمام. الدبريست فراكشر الكاركترز بتاعته مهمه، التايبز برضه مهمه، الكومبليكيشن واحده للكل، تمام، واحده هتلاقيها مشتركه مع الكل. الهيلينج مهم، نزل في الامتحان قبل كده الهيلينج بتاع الفراكشر. كوميوتد فراكشر او ده ام سي كيو، الكات فراكشر التايبز بتاعته برضه، التايبز بتاعته مهم، نزل في الامتحان قبل كده التايبز في كات فراكشر، بينزل في الام سي كيو، تمام، بس مش بنفس أهمية الفيشر والديبريست، فأول اتنين هما المهمين، الباقي ما تركزش عليهم بنفس أهمية الاتنين. البيس فراكشر مهمة علشان الساين الموجودة فيها بتنزل ام سي كيو، سواء بقى الرقم اي أو الباتل ساين بتنزل ام سي كيو، تمام. ده أهم حاجة فيه. البرين انجري سواء الكونكشن أو الحاجات اللي في الأول دي عشان تفهمك الحاجة بتحصل ازاي واحنا ماشيين ازاي، انما احنا هنمشي على الباثولوجيكال كلاسيفيكيشن، تمام.
اللي هي حصل عند الديفيوز او لوكال نيورونال انجري. اللوكال نيورونال انجري في الاخر مش مهمه، انما الديفيوز الكونكشن اللي هو ارتجاج المخ، او المالتيبل تروماتيك برين انجريز باختصار مالتيبل تروماتيك برين انجريز. الكونكشن ارتجاج المخ الكيميكال بيكتشر نزل في الامتحان، انا جمعتها في مونتس هوضحه لك انا جمعتها ازاي عشان تسهل الدنيا. الجلوسيد انترفالز اللي بتيجي بالتبعيه مهمه جدا بتنزل في الامتحان. السيريبرال كومبريشن بينزل في الفيزز بتاعته تمام، سواء كان الريتد فيز او السكند بريتد فيز، بس اهم ما فيهم الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكونكشن. ديفوز ادرينال انجري نزل ام سي كيو، لوكالايزد برين انجريز كلها ام سي كيو نزلت في الامتحانات العملي صور تمام. الانتراكرينال هيموريج مهمة بس مش بنفس أهمية الحاجات اللي فاتت تمام، مهمين بس مش بنفس أهمية اللي فات. الاكسترا دورال هيموريج الاكسترا دورال هيموريج كلها بتنزل من سكيو تمام. الحاجة مثلا اللي نزلت والله أعلم قبل كده تحريري في الانتراكرينال هيموريج، هو اظن ان هو كان نزل قبل كده الاكسترا دورال هيموريج اتكلم عنه كله تمام. هو مش كبير، كل حاجه الاثيولوجي البليدنج تايب ايه هو ارتيري ولا الحاجات كلها سهل، كل واحد فيه 5 عناصر هتتكلم عنهم والموضوع سهل لو عملت مقارنه بالثلاثه، بس مش بنفس اهميه اللي فات. بينزل في ده ام سي كيو كتير ده مش بنفس اهميه اللي فات تمام. هوب انجري السيكوال اوف هيد انجريز ده سؤال نزل قبل كده ومهم جدا جدا تمام، ومش كان موجود غير هنا في عين شمس وعندنا في الملزمة تمام. مهمين الكوزز اوف ديس دي هتقراها ليك، نزلت مرة قبل كده في امتحان الكوزز اوف ديس اوف هيد انجريز مرة واحدة موجودة في أسئلة الكتاب. الكونتر كور الكوب ليجن ده مهم في الام سي كيو تمام، وقعدت علينا قبل كده في الانجري بتاع السباينال كورد تمام، بس مش موجود عندنا احنا، انا مزودها عشان الكتب اللي موجوده فيه. الفاير ارم انجريز درس عملي اكتر من نظري، بس كل الميديكال ليجال امبورتنس اللي فيه مهم. انت هتعرف لي بس الرايفل ويبولز والنون رايفل ويبونز علشان العمل، يعني ايه رايفل نان رايفل ولا انواع بتاعتهم الكافير وجرينا وشنايدر وروبن جوتونز ومين الاسماء ديت، بس هتعرف لي بس الشورت والاوتوماتيك والنان اوتوماتيك والشورت واللونج في النان رايفل. النون رايفل قصدي كلهم لونج، قصدي الشورت واللونج في الرايفل علشان العملي. انا عندي العمل بتاع الفاير ارم ويبن بحط كومبوننت سواء كان جاي لي بوليتس سواء كان جاي لي ذخيرة البوليتس قصدي الباودر والحجم بتاع عندي 5 كومبوننت والله، انت ولا نان انتي اوتوماتيك ولا نان لونج ولا شورت فايرد ولا نان فايرد، فالكومبوننت 5 في العمل تمام. الميدو كوليجا لمبورتس بالكشن كان مش بنفس أهمية الجان باودر، الجان باودر سواء البلاك أو السموكنس تعرفها علشان العملي هتفيدك في العملي، إنما اللي هيفيدني هنا الميديكال ليجال امبورتنس بتاعتها متجمعة في 5 ديز تمام، هتفيدني هنا تمام. وبرده الاكسترنال وود والانترنال وود مهمين، بتيجي المقارنة بينهم. الديستانس دي مهمة بس علشان الـ MCQ، الميديكال ليجال امبورتنس شوتس مهمة عندي تمام. البوليتس هركز بس على النوت بي علشان الملاحظات دي بتنزل لي كتير في الام سي كيو، والدمدم بوليتس اهم واحد فيهم. الفاير ارم انجريز اهم سؤال بينزل عندي في ريفرنس اللي هي الكاركترز اوف فاير ارم انجريز تمام، كاركترز اوف فاير ارم انجريز ركز عليها. الديفرنس مهم بينزل في الاتيبيكال ابيرنس، الحاجات دي بتنزل في الامتحان. اشهر واحده فيهم اللي هو هيقول لك ايه اللي بيعمل انفيرتد انلت تمام، لان معروف على الانلت بيكون انفيرتد، فمشهور السؤال ده. بعد كده
استيميشن اوف ديستانس تجميعها الفابريكيتد برضه مش بنفس أهمية الويندوز. البريكوشن ديت برضه مش مهمة بنفس الحاجات اللي هتيجي مثلا في الريل. فأهم حاجة الكاركترز والميديكال ليجال امبورتنس، تمام. البلاست انجريز او الاكسبلوسيف انجري في المباريات مش موجودة في كل الكتب برضه بس زودناها. فارم ارم انجريز هو عملي اكتر من نظري، تمام، عملي اكتر من نظري بس بينزل فيه ريتم كتير في الميديكال ليجال امبورتنس او الكاركترز بتاعت الفاير ارم انجريز. الفايرنت اسفيكسيا الهاندلنج، اول حاجه اول صفحه عندي ديت الميكانيزم والحاجات ديت هتقراها بس علشان تفهم، ما تنزلش في الامتحانات بيجي فيها ام سي كيو وانت هتفهم منها. الستيجز دي نزلت في الامتحان قبل كده، ستيجز اوف انوزيا 3 ستيجز، تمام. التورد سبوت او السيليفر سبوت سيلفر سبوت قصدي والتورجو سبوت الحاجات ديت امسكوا كتير، تمام. الجدول ده مهم هكتبه بعد كده في كل حاجة، هكتبه في الهاندلنج، هكتبه في الاستراموليشن، هكتبه في كله الكلينيكال بيكتشر بتاعته كله الجدول ده هيفيدني فيه، فأنا هحفظه ورايح دماغي وأكتبه في كل الكلينيكال بيكتشر. الهاندلنج مهم، نزل سؤال قبل كده في الامتحان قول لي ايه التايمز اوف هاندلنج، كان عليه 5 درجات. الميكانيزم مهم جدا ولازم تعرف لي الموست امبورتنت ميكانيزم في كل واحد عشان الام سي كيو. هنا سريبرال سكين، بعد كده هتلاقي الانوكسي كانوكسي، هتلاقي بعد كده استرانجوليشن، في الشوكينج ريفلكس فيجال، هتلاقي عندي في الحاجات كل واحده ليها موست امبورتنت ميكانيزم، تمام. المقارنة بين الليجيتشر ماركرز سواء الفيكسد نود أو في الاسترانجوليشن هناك بعد كده مهم جدا، تمام. الاسترانجوليشن مهم جدا، الميكانيزم بتاعه هنا الموست امبورتنت غير التاني. أنا بقى بقول الحاجات المهمة بعد كده إن شاء الله هنشرح بعد كده. الليجيتشر ده نزل في الامتحان قبل كده المقارنة، إحنا بنوضح الحاجات المهمة بس علشان الناس اللي مش هتسمع بعد كده المراجعة تعرف إيه أهم حاجة. هنا الريفلكس في الستروكلينج الريفلكس كاردياك انهيبيشن عن طريق الفيجاس، تمام، مهم. كل واحدة في الموك ساين ماجنج، اللي هنا برضه الكوفي ساين، الحاجات دي كل واحدة هعرفها علشان يمسك كل المعارضات الموجودة، تمام. سموثرينج أهم حاجة عندي الهانج ستروكليشن كلهم كل العناصر اللي فيها مهمة. السبوتلينج الميكانيزم بتاعتها بتنزل ام سي كيو، السمسرينج برضه ام سي كيو ما بتنزلش زي الحاجات اللي فاتت. الكاركترز الكافيه كوروناري برضه الشوبينج ام سي كيو، السفوكيشن ام سي كيو، السكشوال اسفكسيا ام سي كيو، الاميرشن ديسبا، الدراوننج. الميكانيزم بتاع الاميرشن ديس بينزل كتير، تمام. بنركز على الملاحظات اللي فيه مثلا زي الدراي دراونينج، الدراي دراونينج حتى الاسم يلفت انتباهك ومهم، تمام. ينزل في الامتحان لوحده الدراي دراونينج مهم بقى. ممكن يجي يقول لك قول لي الاكسترنال ساين، قول لي الانترنال ساين، قول لي الشور ساين او البروبابل ساين، فتخلي بالك كل حاجه مكتوبه عندها. الدراونينج مهم، الميكانيكال اسبكسيا مهم جدا في الامتحان الميكانيزم بتاعها، والام سي كيو بتاع البيركنج اند هير بوزيشن. البيركنج اند هير ده الاسطوره اللي كانوا اشهر ناس بتشهر بيعملوا الميكانيكال اسبكسيا. فورمز اوف سفوكيشن ده السؤال موجود في الكتاب، ما نزلش في الامتحانات قبل كده خالص. الفيزيكال انجريز شابتر مش بنفس اهميه اللي فات بس بينزل الام سي كيو اللي فيه. شباتر في شباتر هنركز عليها جامد لانها ما ينفعش ما نزلش فيها امتحان زي الديس والبوست مورتم، وهنقولها واحنا بنقول المراجعات. المهم الفيزيكال انجريز مش شرط ان هو بينزل في الامتحان كتير بس بيصير في الاورال، بيصير في الاورال بقى ليه؟ علشان الميكانيزم او الباسف ستيلج اللي بيحصل هتقراها تعرف بيحصل ازاي. الكلام كله سهل ما فيهوش حاجه صعبه، بيصير بقى عشان
الرول اوف ناين، تمام، تنزل ام سي كيو سيلف الشفل الديجري اوف وير سيلف الشفل، ممكن يجي لك سؤال يقول لك الفيرست ديجري وير الكاركترز بتاعته، ايه بينزل في العمل الصور كل الكاركترز السيفيريتي، تمام. برضو الحاجات دي ما بتنزلش كتير على فكرة البيرنز، فالبيرنز انت هتقراها هتستفاد على فكرة، يعني الشابتر حلو علشان لو اتسألت في الأورال يجي فيه وسكيو. الريتن مش كتير في الشابتر، ما بينزلش كتير، هو فيه أسئلة كتير بس ما بينزلش كتير، تمام. بينزل المقارنة بقى بين الدراي بيرن والمويست بيرن والكيميكال بيرن متجمعة في جدول هنا، تمام، هتلخص لك كل اللي فات، ممكن تعرف الجدول بس هيريح كل اللي فات ده، في ملاحظات الشابتر كبيرة، في ملاحظات كتيرة بينزل فيه ام سي كيو كتير، بس انا قصدي ان الاسي او الريتم بتاعه مش بنفس اهمية الدروس اللي فاتت او الحاجات اللي فاتت، تمام. السيستمك سوير اوف ريد ده انت هتاخده في الكوميونتي، لو جالك ممكن يجيلك يو سي كيو، انما نادرا مش هيجيلك في ريتن. السيستمك ده كده هتاخده اصلا في الكوميونتي، وعن الالكتروكوشن او الصدمة الالكتروكوشن الكيميكال الكتروكوشن بتاعته مهمة، نزلت قبل كده في الامتحانات والكوزز بتاعته مهمة، غير بقى ان الشابتر كله فيه ام سي كيو كتير، الشابتر كله مليان ملحوظات وفي بينزل فيها أسئلة كتير. الديس اوف روم كود مش مهم، والراديشن مش مهم، مش موجودين عندي، دي إضافات عشان الناس اللي عندها. السيكشوال اوفنس الحاجات دي هتعرفها التقسيمة اللي بره علشان الام سي كيو. الليجال ده السؤال ده مهم جدا وبينزل في الريتنج كتير، تمام. ايه هو دور الطبيب انه يتعامل مع حالة ريد، تمام؟ ايه هو دور الطب في الحاجة دي مهمة جدا. انما الشابتر علشان الاسماء اللي فيه فالحاجات ما بتنزلش كتير، والاكزامينشن تقريبا اول اكزامينشن هيكون عندي مهمة في الشرع بتاع الريد، ايه هو دور الطبيب، تمام؟ الاكزامينشن مهم، الاكزامينشن والفيكتيم هتعمله، تمام؟ الحاجات مهمة. بنزل يمسك الاكزامينشن دور الطبيب أول سؤالين بريتن في الشابتر ده. السيمينال ستين ده مش موجود عندك، هتضيفها مهمة جدا، بتتسأل في الأورال كتير وبينزل فيها ام سي كيو، تمام. الدكاترة بقى هنشرحها بعد كده، الإمبورتانس مش مهم. الفيرجينيتي مهمة جدا، تمام. مهمة بقى هيقول لك ايه هي الميديكال ليجال امبورتانس بتاع الفيرجينيتي، هتستخدمها انت بعد كده. مهم في الام سي كيو تايب اوف هايمنز، تمام. الساين اوف فيرجينيتي نزلت قبل كده، يبقى الميديكوليكال امبورتنس مهم، الساين مهم، اعرف كل هايمنز شكله علشان الام سي كيو. الجداول دي مهمه علشان بتنزل ديفرنس بتوين الاثنين ده، سواء ريسنت او اولد، الجداول مهم. كوزس اوف رابط شهر هايمن مش موجوده عندك، انا ضفتها، ده نزلت مره قبل كده. الهايمن اوف ميديكوليجال امبورتانس دي مهمة خالص، تلات أنواع هتعرفهم وهتعرفوا هم مهمين ليه، تمام؟ مهم جدا للدرس بتاعنا. الصدمي مش مهم، الصدمي مش مهم، نزل فيه ام سي كيو ولا حاجة قبل كده. درس البيجنانس والدليفري والابورشن مهمين جدا، مهمين لأن هو عندك الكترون المفروض تعرفه انت، وانا جبت لك المعلومات كلها، واهم ما فيهم الابورشن علشان تحمي نفسك، تمام. الدليفري مش باهميه الابورشن ولا البريجنانسي، يبقى اهم مفهوم البريجنانسي الساين بتاعته والميني تريجر والابورشن. اول حاجه الدايجنوزيس، تمام، سواء بقى لازم امضي اي حاجه بقى في الحاجات دي، لازم اخد كونسنت، وهتتكلم على الكونسنت والدوكيومنتس في اخر الكتاب معايا الشابتر عن الكونسنت، بس اي حاجه في الحاجات دي سواء قبل ما افحص الربا الحاجات لازم اامن نفسي والكونسنت. انا بدرس الطب الشرعي علشان اامن نفسي. او اهم حاجه الحاجات المهمه عندي الكلينيكال اكزامينشن، ممكن اقول لك قول لي البروبابل سايت لوحدها، ممكن اقول لك قول لي الشور سايت، البريجنانسي تيست مهم،
وبالذات بقى البوزيتيف والنيجاتيف. الارقام ديت ام سي كيو مهمه، الارقام ام سي كيو مهمه، الفندس موجود فين، الانفستيجيشن، الحاجات دي الشهور دي مش موجوده عندك، هتنفعك دلوقتي علشان الام سي كيو، هتنفعك بعد كده علشان الاطفال السنه الجايه، سواء الارقام دي كلها الارقام متسيستمه مع بعض وانا بشرحها هوضحها لك، هتلاقي الارقام سهله بسيطه ما فيهاش حاجه، هنجمعها وكل حاجه سهله ان شاء الله. اهم حاجه الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف بتصير اورال كتير، بالذات من الدكتور اللي بيشرحهم، الدليفري مش بنفس اهميه اللي فات، تمام، بس هتعرفه علشان يستكلوه، وبالذات هتعرف من السيرفكس سليت سيرفكس ولا راوند حصل لها ولا لا، سهل مفهوش حاجة الدليفري. بس بيبقى في سؤال شائع في الدليفري اللي هو النال بارس والبارس، ايه الفرق بين اليوترس في حالة الولادة ومش في حالة الولادة، وبتصير اورال كتير، ما بينزلش ريتم كتير بس بتصير اورال كتير. الابورشن مهم جدا في الريتم لأهمية الطبية الشرعية بتاعته، التايبس بتاعته، أهم واحد فيهم الإنديوسد أبورشن، أهم في الإنديوسد أبورشن الكريمينال أبورشن اللي هو ده المجال بتاعه، هتعرفه هتعرف الميسيدز، لأن بيقول لك إيه الميسيدز اللي بيدي بقى الكريمينال أبورشن، تمام؟ هتعرفها كله نيوميريت، جاست نيوميريت، جاست نيوميريت، هتعرف العنصر وعلى المثال، العنصر وعلى المثال. الكومبليكيشن مهمة، والكومبليكيشن بتاع اللوكال فايروس مجموعة في كلمة حلوة هي مشهورة، شي بيد هي تصلح ولا دفعة السماء، مشهورة يعني في النيمونكس بتاعها، تمام. دي أهم حاجة في الأبورشن اللي قلناه المرة اللي فاتت، ده أبيوز ما بينزلش في الامتحان كتير، ممكن ينزل الام سي كيو. بيقول لك التايب اوف تشايلد ابيوز فيزيكال مانوال 4، بينزل ام سي كيو بقى، بينزل في الفيزيكال ابيوز، بيختار لك عنصر منهم، بيختار لك المشهورة بقى عشان الكافي سندروم اللي هي السكيلتال انجريز، وممكن يقول لك قول لي ايه هي الفيزيكال انجريز اللي بيحصل مع تشايلد ابيوز، هتقول له نيومريت بس تقريبا هم 9، تمام، تسعة. المانشون سندروم باي بروكسي، الشيكن بيبي سندروم دي مهمة جدا، الشيكن بيبي سندروم دي مهمة، موجودة في الكتاب عندنا وبتنزل السي. مانشون سندروم باي بروكسي، مانشون ده اسم ألماني، والحالة دي مشهورة واتعمل عليها في أمريكا، إن هم بتدعي إن ابنها مريض علشان تاخد الاهتمام. مانشون سندروم باي بروكسي، الدايجنوز اوف فيزيكال تشايلد ابيوز مهمة، بيقول لك ازاي تتعرف ان الطفل ده بيتعرض لإساءة الإساءة من والده او والدته او من الكير جيفر او اي واحد بيقدم له الرعاية، انت ازاي تشخصه؟ فمهم السؤال ده. النجلكسن والايموشنال والسكشوال، السكشوال ابيوز ده مهم، مهم ليه؟ علشان علشان دورك كطبيب في الموضوع ده، فالرول بتاع الطبيب وازاي اشخص التشايلد ابيوز ده اهم سؤالين فيه. الانفانت ديس مش مكتوب عندنا بطريقه كبيره، بس انا استفدنا فيه علشان الاسئله بتنزل فيه، مهم جدا. اول حاجه ازاي بيحصل هوميسايدال او اكسيدنتال استرانجوليشن بالامبيلكال كورد، مهم، مهم الجدول ده، الجدول ده مش مهم، امسك فيه بس. الانفانت سايد الساين بتاعته ازاي اعمل اكزامينيشن، عندي بقى ساين كلها بتنزل في الامتحان، سواء بقى يقول لي ايه هي الاكسترنال ساين، ممكن يجيب لي حاجه لوحدها، اهم حاجه فيها التشينجز في الامبيليكال كورد اعرفها علشان الام سي كيو، كل واحد واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. الانترنال ساين اعرفها علشان الاختبارات اللي فيها، تمام، هعرفها علشان العمل، تمام، مش موجوده في الكتاب بس مهمه في العمل عندي. الليفنج ريسبايرد لانج ونون ريسبايرد لانج مهمين عندي علشان العمل، في جرات بعد كده واحنا نشرحها بعد كده ان شاء الله، وهتفيدك في العمل. صابر نيوتن سيندروم ده مكتوب عندنا باستفاضه في الكتاب، بس ما بتنزلش يعني غالبا في الامتحان، لانها محدش بيعرفها لسه، قانون ميكانيزم كل اللي اتحط فيها ستريس، تمام، توقعات.
اقراها بس علشان لو نزل فيها ام سي كيو ولا حاجه. دور شغل اللي هو التعذيب الجسدي ما نزلش قبل كده، احنا بنسمع علشان موجود في الكتاب بس. الفورنسي باثولوجي برضه مبقاش شغل فيه. البلاد ستينز مش موجود عندك، ومش موجود عندك بقى في العملي برضه، مش متاح عندنا. فأنا جمعت برضه حاجتين عشان نشرح للناس اللي موجودة عندهم في صفحتين بسهولة. والترانسبورتيشن انجريز برضه مش موجودة إلا نادرا في الكتب، ومحدش بيطالب بيها، بس برضه مش مهمة يعني، جمعناها عشان لو حد عنده في الكتاب. الميديكال ريسبونسابيلتيز مهم، بينزل في الامتحان في كل الجامعات سؤال ريتن عليه 5 درجات لوحده، غير الأسئلة اللي في الأورال، غير إن هو ده أهم شابتر علشان إزاي تأمن نفسك من المريض، وأنتوا عارفين اللي بيحصل من مسلسل الاعتداءات على الأطباء، تمام؟ فعشان تأمن نفسك هتعرف الشابتر كله. أنا ما ضفتش في الشابتر أو غير الشابتر، بس أنا ما ضفتش إلا أهم الأسئلة في كلها بتنزل في الامتحان، أهم ما فيها الكونسنت أنواعه، تمام؟ أهم ما فيها الكونسنت هتركز في الأنواع. المال براكتس برضه هتقراها، أنا الجينيتك مش مهم برضه. الميديا دوكيومنتس مهمة، تمام. تمام بحمد الله. إن شاء الله الحاجات دي كلها أنا هشرحها إن شاء الله، الحاجات اللي هم أنا بعرف بس الناس علشان